السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك وأيام مباركة إن شاء الله، أوله رحمة وسطه مغفرة آخره عتق من النار، هكذا ورد في الحديث الشريف عن شهر رمضان المبارك. هذا اليوم نتحدث عن موضوع غاية في الأهمية. الأسرة هي النواة الأصغر للمجتمع، وإذا ما أريد بناء مجتمع أو بناء أو هدم مجتمع فلا بد أن يكون المستهدف الأول في البناء أو الهدم هي الأسرة. الأسرة وكيفية الحفاظ عليها، هذه القلعة الإلهية، هذا ما سنبحثه في هذه الحلقة المباركة بصحبة ضيفنا من لبنان سماحة السيد بلال وهبي. إذن أرحب بكم أجمل ترحيب وأرحب بضيفي سماحة السيد، حياكم الله. شهر مبارك علينا وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. مبارك عليكم هذا الشهر وعلى جميع الأخوة المشاهدين الأفاضل. جيد، نبدأ هذه الحلقة سماحة السيد مع فاصل قصير، نذهب إلى فاصل ونبدأ بهذه الحلقة، ابقوا معنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد احبتي، وشهر مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. حياكم الله مره اخرى سماحه السيد. سيدنا، ماذا تحدثت الشريعه عن الاسره وكيف نظرت للبناء الاسري؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الاخيار المنتجبين. السلام عليكم وعلى الإخوة المشاهدين جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر المبارك، وأن يبلغنا عيد الفطر السعيد، وقد تحقق لنا ما نرغب به من طاعة الله سبحانه وتعالى، وما نرغب به من انتصار على أعدائه وأعداء أمته، إنه سميع مجيب. دعني قبل أن أدخل في الحديث عن رؤية الشريعة الإسلامية لمسألة الأسرة أن أقدم المقدمة التالية. لو نظرنا إلى الكون بشكل عام وما فيه من مجرات ومنظومات شمسية وكواكب ونجوم وسوى ذلك، لوجدناه يعمل كأسرة، لا يعمل يعني أفرادا منفصلة عن بعضها البعض. الكون ذاته أسرة. إذا أخذنا منظومتنا الشمسية أيضا نجد أن هذه المنظومة تعمل كأسرة، بمعنى أن هناك أفراد عديدين، وهؤلاء الأفراد هناك شبه قيم عليهم، يعني مثل الشمس التي تعطي النور للأرض، تعطي النور للقمر أو سوى ذلك. إذا جئنا إلى الحياة على ظهر الكرة الأرضية أيضا نجدها تتكون من أسر، وهذه الأسر تتشكل من أفراد. طبعا هناك بحث تعرفون عند الفلاسفة أنه ما هو الأصيل أو الأصل، الأصالة للفرد أم للمجتمع، الأصالة للفرد أم للأسرة. لكن في الواقع إذا نظرنا إلى هذا الكون رأيناه تنطلق من أسر. صحيح الفرد له مكانته، ولكن هذا الفرد لا معنى لوجوده دون أسرة ينشأ فيها، وهو لا يمكنه أن يعيش خارج إطار الأسرة. كذلك إذا تعمقنا في النفس الإنسانية، في بدن الإنسان، نعم، نجد أن البدن الإنساني أيضا يعمل كأسرة، بمعنى أن هناك أيضا أعضاء متعددة، لكن كل عضو متوائم مع الأعضاء الأخرى
ومنسجم معه، ولكل عضو دوره في إطار هذا البدن الكبير الذي هذا البدن يحقق للإنسان ما يحتاج إليه في سيره التكاملي إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا نظر الإسلام إلى مسألة الأسرة على أنها تأتي منسجمة مع السياق العام لهذا الوجود. الوجود كله قائم على هذا النظام، ونحن نعرف وحدة النظام الحاكم في هذا الوجود. وبالتالي رأى بأن الأسرة تحتل مكانة عالية بل ومقدسة، ودعا الإسلام إلى تأسيس الأسرة، تأسيس أسرة والاهتمام بالأسرة، وأوجد مجموعة كبيرة من القوانين التي تحكم علاقة الأفراد فيما بينهم في إطار الأسرة، وأوجب لكل فرد من هؤلاء الأفراد حقوقا على الآخرين. واعتبر الإسلام أن صلاح الأسرة بصلاح الفرد، وصلاح المجتمع بصلاح الأسرة، وصلاح المجتمع الضيق هو مقدمة لصلاح المجتمع الإنساني الكبير. واعتبر الإسلام أيضا أن هناك تعاونا وتعاضدا ما بين الفرد وما بين الأسرة في طريق التكامل البشري، بحيث أن الفرد يقدم ما لديه للأسرة، والأسرة أيضا توفر لهذا الفرد الحاضنة والتي تحتضنه والتي تنشئه والتي تربيه، وتوفر له ذلك الأمان النفسي والأمان حتى الأمان الفكري والأمان الديني. كذلك المجتمع يوفر لهؤلاء الأسر هذا النحو من الأمان، وتكون المنافع متبادلة بين الفرد وبين أسرته، سماحة السيد، بحيث هو ينفعها وينتفع. نعم. كيف يمكن أن نجري نصا عمره 1400 سنة ويعمل في زماننا هذا مع تطور الحياة؟ يعني هناك نصوص نصت على يعني قضايا ترابط الأسرة والبناء الأسري، لكن هذه النصوص قد لا تعمل في زماننا هذا. بعد زمن النص يعني 1400 سنة تغيرت الحياة برمتها، لم تعد كما كانت، لم يبقى حجر على حجر. فكيف يمكن أن نجري أحاديث شرعية عمرها 1400 سنة على الأسرة في زماننا هذا؟ أولا هذه مغالطة كبيرة، ويعني سامحني لو قلت لك ذلك، وأعرف أنك أنت تسأل يعني سؤال العامة من الناس. هذه مغالطة كبيرة، لأنه الذي تغير في الحياة الإنسانية هو تغيرت وسائلها، أما الإنسان لم يزل هو هو، الإنسان لم يتغير. كان الإنسان سابقا يركب على الجمل، الآن يركب السيارة ويركب الطائرة. كان الإنسان يذهب إلى الآخر ليزوره كي يستطيع أن يتواصل معه، الآن يتواصل معه من خلال يعني الهاتف أو سوى ذلك. إذن الوسائل هي التي تغيرت. كنا نبني بيوتا، يعني كنا نحمل بيوتا، نسكن بيوتا من الشعر أو من الخيش أو سوى ذلك، الآن نسكن بيوتا من الإسمنت فارهة ومرتفعة. هذه كلها ماديات، الذي تغير هو هذا، أما الإنسان لم يزل هو ذاته، لم يزل المجتمع نجد فيه إنسانا طيبا وإنسانا غير طيب، إنسان صالح وإنسان طالح، إنسان حقود وحسود، وإنسان محب للنعمة للآخرين، إنسان صادق وإنسان كاذب، إنسان خؤون وإنسان أمين. هذه الصفات الإنسانية لم تتغير. سيدنا كثير من الأمور ليست بهذه البساطة، كثير من الأمور تغيرت. يعني مثلا التواصل، التراحم، صلة الرحم، هل هي اليوم بزمن السرعة وزمن السوشيال ميديا هل بقيت على حالها؟ لا لا، دعني أقول هيك. أولا حاجة الإنسان إلى أن يتواصل مع الإنسان هذه حاجة ثابتة عبر العصور والأزمنة كلها، لكن كيف يتواصل الإنسان مع الإنسان، بأي وسيلة يتواصل، هنا تتغير الوسائل. هذا الذي أقصده.
أن الوسائل هي التي تطورت وتغيرت، لكن بقي الإنسان هو ذاته. يعني الإنسان كان في السابق مطلوبا منه أن يصل رحمه، اليوم أيضا مطلوب منه أن يصل رحمه. صلة الأرحام طارة تكون بأن أعطيه صرة من المال، أدفع إليه صرة من المال كما كان يفعل أئمتنا عليهم السلام. الآن يمكن أن أرسل إليه شيكا مثلا، أو أحول له عبر مثلا محطات التحويل، أحول له مبلغا من المال. في السابق كنت أسعى إلى بيته وأجالسه وأسأل خاطره وأسلم عليه وأسأل عن أخباره، اليوم يمكنني أن أسأل من خلال الهاتف، لكن هذه تبقى وسيلة. بمعنى آخر أن تغير الوسائل لا ينبغي أو لا يعني لا يستلزم أن يتغير الإنسان، بحيث أن حاجات الإنسان تتبدل وتتغير وتتنوع، حاجاته العاطفية، أو دعني أقول بشكل أدق أن البنية النفسية والعاطفية والشعورية للإنسان تتغير. لا، أنا لا أعتقد بأنها تتغير، لم يزل الإنسان هو ذاته، ولكن تغيرت هذه الوسائل. وبالتالي إذا كان الإسلام يدعونا إلى تشكيل الأسرة، فيجب أن نشكل الأسرة سواء كنا قبل 1000 سنة أو بعد 2000 سنة، ما دام الإنسان منا محتاجا أولا أن يغذي عاطفة الأبوة والأمومة عنده، يعني هذه الغريزة أن يغذيها وأن يلبيها. إذا كانت غريزة، فليس هنالك حاجة للنص الديني ليأتي ينظم عمل الأسرة، هي غريزة وهي فطرة. لا لا لا، لاحظ، الغرائز الغريزة لا يمكن أن تبقى دون مواكبة من القانون ومن الشرع، لأنها قد تتفلت، وغالبا ما تتفلت هذه الغرائز. هذا أولا. الأمر الثاني أن الشريعة جاءت لتكون في خدمة الإنسان، ولتقول له إن كل حاجاتك الفطرية والغريزية يجب عليك أن تغذيها، ولكن بالطريقة التالية: غذها من طريق الحلال، غذها بطريق متوازن، لا تتجاوز فيها الحد، لا تظلم، لا تطغى. هنا يأتي دور الشريعة. الشريعة لا تؤسس لهذا العمل، وإنما تواكب هذا العمل وتنظمه وتقنن حركة هذا الإنسان في إنجازه، في طوره أثناء إنجازه لهذا العمل. جيد. سيدنا، الغرب الآن لا يمتلكون هذه النصوص الشرعية، مع هذا أسرهم قائمة، وأنت جبت الغرب طولا وعرضا. صحيح. ونظرت. صحيح، لأن هذه المسألة مسألة فطرية غريزية في الإنسان، جاء الإسلام ليؤكد عليها، وهو لم يوجدها، لم يوجد. يعني الإسلام ليس هو الذي ابتدع فكرة تأسيس الأسرة، إنما هذه نشأت مع أول مخلوق في الأرض، أول إنسان بشري عاش في الأرض، حياته لم تكتمل إلا بوجود زوج له، وهذه العلاقة الزوجية نشأ عنها هذه الأسرة، يعني أنجبا أولادا، و استمر الإنسان على هذا المنوال إلى يومنا هذا. اليوم في الغرب هم يحاولون تهديم الأسرة، تحطيم الأسرة بالمعنى الذي توارثته الأجيال، الأسرة التي ينجذب إليها الإنسان أو يندفع إليها بشكل فطري، وإنما جعلت الفرد هو الأساس، وجعلت يعني شهوات الفرد هي الأساس أيضا في الفرد، يعني قدمت تغذية الشهوة والغريزة على الاستجابة لنداء العقل ونداء الفطرة، وبالتالي أباحت له أن يفعل أي شيء. ووصل بها الحال، يعني في الغرب الحال، أن يقول للإنسان: يمكنك أن تؤسس أسرة باعتبار الحاجة الفطرية والغريزية إلى تأسيس أسرة، لكن ليس ذلك مشروطا بأن تتزوج الزواج المتعارف في الأديان على الأقل، يعني هذا الزواج الذي نقول عنه الزواج الشرعي، بل يمكنك أن تأتي بولد وأن أنت تتزوج من مثلك، يعني هذا ما نسميه بالشذوذ، وأصر على أن استعمل كلمة مصطلح الشذوذ. إذن الغرب هنا
هو يجري سابقا، كان يجري وفق هذه الفطرة التي فطر الله تعالى الإنسان عنها. نعم، الدين جاء ليقول لنا أن هذه الغريزة يجب أن تغذيها، أن مسألة التناسل والتناكح هذه مسألة ضرورية لبقاء النوع الإنساني، فالدين جاء يحثنا عليه تماما كالأخلاق. يعني لاحظ، الدين لم يؤسس الأخلاق في الإنسان، مكارم النبي الأخلاق. صلى الله أحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأننا نحن نعتقد بأن الأخلاق التي تقوم على قاعدة الحسن والقبح، على التحسين والتقبيح العقليين، بمعنى أن العقل نفسه هو الذي يهتدي إلى حسن أفعال وكمالها وإلى قبح أفعال ونقصانها. سيدنا، أنا لا أريد حقيقة، لا أريد أن أقف على هذه الجزئية، هذه الجزئية فيها كلام طويل، لعلنا ننساق إلى نظرية جان جاك روسو ويأخذنا الكلام بعيدا. أبقنا في جو الأسرة. سماحة السيد، الآن الغرب يعاني من التفكك الأسري، هل هذا صحيح؟ صحيح تماما، أو هو على الأقل هو يسير حثيثا بهذا الاتجاه. جيد، الدول الإسلامية أيضا تعاني من هذه المسألة، إذن ما الفرق بين من يمتلك النص وبين من لا يمتلك النص؟ إذن ما الحاجة أصلا للنص؟ لا، الفرق أنني أنا الذي أمتلك النص وأعتبر هذا النص دينيا وملزما بالنسبة لي، فأنا أتعبد الله سبحانه وتعالى به، وبالتالي أعتبر أن تأسيس الأسرة، أولا أعتبر الزواج وتأسيس الأسرة وإنجاب الأولاد وتربية الأولاد ورعايتهم والسهر عليهم واحتضانهم، أعتبر كل ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى، وأنا مثاب عليها بين يدي الله في الآخرة فضلا عن الثواب الذي أحصله في الدنيا. هذا الفرق بيني وبين الإنسان الغربي، أنني أنا النص الديني يقول لي أنه شرار موتاكم العزاب، يقول النص الديني لي من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. النص الديني يقول لي إن تقبيل الولد عبادة، وبالتالي أنا أطيع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. أما في الغرب الذي انقطع عن الله تبارك وتعالى وخلد إلى نفسه، إلى أهوائه، إلى شهواته، إلى أنانيته، بالتالي لن يرى هناك من دافع يدفعه إلى هذا التأسيس. هذا الفرق بيني وبينهم. نعم، اليوم يجب أن نعترف أننا نشهد أيضا غزوا ثقافيا وغزوا فكريا وغزوا قيميا، وتتسرب إلينا قيم الغرب وعاداته وتقاليده، وهو يجب أن نعترف أيضا أنه يملك القدرة التقنية والتكنولوجية والعلمية والقانونية أيضا التي تتيح له أن ينشر هذه القيم التي يتبناها. ونحن في دولنا الإسلامية التي كانت محتلة ومستلبة لعقود طويلة، هي تنظر إلى الغرب على أنه هو القائد الحضاري للمجتمع البشري. بل سيدنا، البعض يتهم الغرب أنه هو من يريد تهديم الأسرة، أن الغرب يريد تفكيك الأسرة وتهديمها. أكيد، هو أقول أنا هذا، أنه نحن نأخذ بقيم الغرب الذي يمحو نحو هدم الأسرة والقضاء عليها، ثم هو بالتحديد الغرب أحد أهم أهدافه في منطقتنا العربية والإسلامية القضاء على الأسرة، والقضاء حتى على فكرة الإنجاب، والقضاء على فكرة الزواج. ولذلك هو يصنع لنا مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية، بحيث تدعو تلك المشكلات، تمنع تلك المشكلات الشاب من أن يقدم على الزواج، لأنه منشغل في تأمين المنزل والمسكن ومهر العروس وسوى ذلك. وهذا أمر يجب أن تلتفت إليه مجتمعاتنا الإسلامية التي
جاء النص النبوي فيها أنه خير نسائكم أقلهن مهرا. يعني الشاب اليوم عندما يرى تكاليف الزواج ثم تكاليف الحياة الزوجية الباهظة ويرى ذلك الاستسلام لثقافة الاستهلاك وثقافة الاستهلاك التي أيضا يعني التي سوق لها الإعلام وقدموا لنا أيضا نماذج من الفنانين والرياضيين الذين يعني إذا ما لبسوا ثوبا أو إذا ما اشتروا لبسوا ساعة أو نريد أن تكون هذه الساعة معنا وأن نشتري هذا الثوب حتى لو كنا لا نملك هذا المال ونريد كلنا أن نعيش في قصور فارهة فيها ما عند الآخرين ونحن لا نملك الكثير من الطبيعي حينئذ أن لا نذهب إلى الزواج. ثم هناك أمر آخر أن العلاقات يعني نتيجة هذا الغزو المسلسلات وغزو سيدنا أنا عفوا أعددت سؤال خاص للنتاج الفني وتأثيره على البناء الأسري. هنا محل السؤال، ما مدى تأثير النتاج الفني القادم من الغرب بل القادم حتى من يعني من بعض دول الشمال يعني والشرق، يعني نتحدث عن المسلسلات التركية، نتحدث عن المسلسلات التي عصفت بالشعب العراقي، ما أدري في لبنان بنفس المستوى، المسلسلات القادمة من الهند، المسلسلات من بوليود من هوليود، ما مدى تأثيرها على الأسرة؟ ليست فقط هذه المسلسلات، حتى المسلسلات التي تنتج في دولنا العربية وتمول بأموال عربية، هذه المسلسلات هي تأتي في سياق هجمة على وطننا العربي والإسلامي وعلى مجتمعنا العربي والإسلامي. وإلا ما معنى، يعني أنا بالله أسألك، ما معنى أن تدخر المسلسلات لشهر رمضان؟ يعني المسلسلات الأقوى لا تبث إلا في شهر رمضان والتي يعني تنفق عليها ملايين الدولارات لإنتاجها. ثم هذه المسلسلات لا تكتفي فقط بصد الناس عن المساجد وعن الدعاء وعن الابتهال في شهر رمضان وعن التوجه إلى الله تعالى، إنما تصوغ لقيم لا يرضاها العقل، لا أقول لا يرضاها الدين لأن الدين عنده موقف منها، لا يرضاها جيد حتى الموقف. سمحت السيد، موقف الدين غير واضح من هذه المسلسلات، يعني هل حرم الدين؟ لم يحرم الدين عنده قاعدة مطلقة، كل إذا كانت مشاهدة هذه المسلسلات ستؤثر على دين الإنسان وإيمان الإنسان ومنسوبه الإيماني أو ستؤثر على عقائده أو تؤثر على قيمه فلا يجوز له أن يشاهدها. سيدنا ماذا تنقل المسلسلات من دين الإنسان؟ كما حقيقة إحنا سيدنا بشكل ناعم، هي عذرا على المقاطعة، ولكن هي بشكل ناعم وتدريجي غير محسوس ترسل هذه الرسائل القيمية اللا قيمية صح للمجتمع، يعني ما تجي مباشرة تسلب القيمة العبادية أو القيمة الأسرية من الإنسان، هي تأتي بأسلوب ناعم غير محسوس. عفوا ليتها تكتفي بأن يعني بسلب يعني الروحية الإيمانية، هي أبعد من ذلك، هي تروج، يعني مثلا تروج الآن لعلاقات الزنا والعياذ بالله، تروج للفواحش للمنكرات، تروج للسفور، تروج للخمور، تروج للمخدرات، تروج لهذه، تروج فضلا عن القيم الأخرى التي تروج لها وعما تسلبه منا، وبالتالي هي واقعا هي خطيرة. سيدنا هذه المسلسلات، عفوا سيدنا، هذه المسلسلات تأتي وتظهر باسم يعني أسماء الممثلين حسن وحسين وفلان وفلان، ليه أسماءنا وكأنها وفي بعض المقاطع تحاكي عقائدنا حقيقة، لكن في المقاطع الأخرى تجد أن هذه المسلسلات تصور الزاني هو السوبر هيرو بطل القصة، والزوج والزوجة الزانية هي بطلة القصة المظلومة وهي زانية، والزوج
هو الشخصية الشريرة عندما تأتي لتنظر إلى هذه المسلسلة خارج الصندوق تجد أن هذه المسلسلة فيها رسائل ما فيها، ولكن في الحقيقة بشكل ناعم يعني تمرر هذه المسلسلة. هو لذلك يعني أطلق على هذا النحو من الحروب أن مصطلح الحرب الناعمة، يعني هي التي تدخل إلى العقول وتغير في العقول والنفوس، هي لا تجابهك بالرصاص ولا بالصواريخ ولا بالطائرات، وإنما تقصف أفكارك في داخلك، وتعرف بأن ما تبثه من مشاهد ومن أفكار أحياناً مع الموسيقى المصاحبة لها، مع الانجذاب إلى البطل أو إلى البطلة في هذا الفيلم أو في ذلك المسلسل، هذا كله يكون يعني من دواعي التأثر بهذه الأفكار وهذه القيم. أنا أذكر لك وأنا من الناس الذين يعني يتابعون الوضع الاجتماعي كثيرا، و يعني لدي الكثير من المساهمات في حل المشاكل الاجتماعية. تجد يعني منذ التسعينات فصاعدا، التسعينات أنا أتذكر كانت بدأت ثورة القنوات الفضائية إذا تذكرون، وصولا إلى ما بعد 2000 ووصولا إلى يومنا هذا. من يوم ذاك بدأت تقام ما يسمى في بيروت الخيم الرمضانية، والتي يجلس فيها الناس مع الأغاني والطرب في ليالي شهر رمضان. منذ تلك الفترة إلى يومنا هذا المسلسلات التي كانت تبث وتمثل أثرت كثيرا في الأفراد، وأثرت كثيرا على تماسك الأسرة، وأثرت بشكل سلبي كبير على علاقة الأزواج فيما بينهم، لأنه صار الزوج يريد من زوجته أن تكون كتلك الممثلة، والزوجة تريد من الزوج أن يكون كذلك الممثل الذي يؤدي دورا. لذلك أنا أحيانا عندما أعقد قرانا لزوجين أقول لهم التفتوا، في الحياة ستواجهون أحيانا نقاشات وحوارات وجدالات وخلافات، هذا أمر طبيعي. الحياة الخالية من المشاكل الزوجية هي فقط نتصورها في حالتين، في بيت علي والزهراء سلام الله تعالى عليهما لأنهما كانا معصومين، وعند الممثلين. لكن هذا الممثل في بيته في علاقته الحقيقية مع زوجته ليس هكذا، بدليل أننا نجد معظم الفنانين والفنانات يعني عندهم حالات، أكثر من حالة طلاق وأكثر من حالة زواج وأكثر من ولد من هذه الإمرأة ومن تلك الإمرأة ومن هذا الرجل ومن ذلك الرجل. إذن هذا ليس واقعيا وإنما هو إيهام لنا. وثم تأتي الزوجة ويأتي الزوج يريد أن يتقمص شخصية هذا الممثل وأن يجعل من هذه الواقعة الممثلة المخترعة أن يجعل منها هي الأساس في حياته، يصطدمان فيما بينهما وبالتالي يؤدي ذلك إلى الطلاق. لذلك كثر الطلاق في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة، منها هذا السبب الذي أشرت إليه. جيد سماحة السيد، إذن لها تأثير كبير على البناء الأسري، ما هو تأثيرها في الأصل على الزواج؟ أشرتم قبل قليل أن قلة الزواجات وما إلى ذلك، هل لها تأثير على الزواج؟ أنا أعتقد هناك عوامل عديدة تساهم في التأخر في الزواج. وهل تريد أن أكون صريحا؟ يا حبذا لو. أولا إباحة إقامة العلاقات الجنسية قبل الزواج، يعني للشاب وللفتاة، تعرف في سن ما بعد البلوغ إلى سن ما دون 30 تكون يعني الغريزة الجنسية في حالة فوران عند كلا الجنسين، ويريد، وهذه حاجة طبيعية الله سبحانه وتعالى أوجدها فينا، تحتاج إلى تغذية كما تحتاج المعدة إلى أن نغذيها بالماء والطعام، لا مشكلة ولكن بالحلال. طيب الشاب عندما
يقضي حاجته في الخارج، والفتاة أيضا أبيح لها ذلك، هذا كان سبب من الأسباب الوجيهة للتأخر في الزواج، هذا الأول. الأمر الثاني، متطلبات الحياة الزوجية، بمعنى أن سيدنا كذلك الشريعة أيضا فتحت هذا الباب. سيدنا الشريعة أيضا أباحت بزاوية معينة يعني أن يقيم الإنسان علاقة خاصة خارج إطار الزواج الدائم. الشريعة أباحت ولم توجب، ولكنها تكاد أن تقول بأن الزواج واجب. يعني سماحة السيد، تحدثت قبل قليل عن إقامة علاقة قبل الزواج بعد البلوغ بهالشكل؟ صحيح. هذه العلاقة بشكل مختلف أقرتها الشريعة، أما أقرت في المذهب الجعفري الزواج المنقطع ما يعرف بزواج المتعة، أما أقرت عند السنة المسيار، بالتالي هو أيضا إباحة للعلاقات ما قبل الزواج أو خارج إطار الزواج الدائم. صحيح، الشريعة أباحت ذلك، وإن كنت أنا شخصيا يعني بالتجربة التي اطلعت عليها من الناس، أنا أنصح الشاب بأن يسارع إلى الزواج وأن تسارع الفتاة إلى الزواج. سابقا كان الزواج يكون مبكرا عادة، جاءتنا الحركات النسوية التي يعني زرعت في أذهان نسائنا أنه لا ينبغي أن تتزوج الفتاة في سن صغيرة، وكذا الشاب لا ينبغي أن يتزوج في سن صغيرة، وأنه ينبغي أن يدرس هذا الشاب وأن تتعلم الفتاة، وهذا أمر واجب. التعلم، الدراسة، طلب العلم واجب على كل، فريضة على كل مسلم ومسلمة أيا يكن هذا العلم، ما دام في نفع الإنسان. لكن أيضا يجب أن يواكبه أن العلم في النتيجة أنا أتعلم لأبني الحياة، ومن أهم ما نبني به الحياة هو أن نتزوج وأن نؤسس أسرا. إذن هذا أيضا كان عامل. عامل ثالث هو متطلبات الحياة كما قلت، يعني لم يعد الشاب يرضى بالقليل ولا الفتاة ترضى بالقليل، فصارت كلفة الزواج كثيرة، أيضا صار صرنا نتأخر. الرابع من الأسباب هو ما نشاهده في المسلسلات والأفلام التي تروج لهذه الفكرة، تروج لفكرة عش حياتك. اليوم يروجون لفكرة عش حياتك، لماذا؟ أو عيشي حياتك. الآن يروج لفكرة أخطر من هذا، يقال للمرأة لماذا أنت تتزوجين وتنجبين وتحملين ويتغير بدنك ويصبح لك مثلا يعني تغيرات في هذا البدن، والزوج تعرف ماذا يقال الآن؟ بعض الزوجات تقول أنا لا أريد أن أنجب وهو يريد أن ينجب، إذن هو يغتصبني، تتهم الزوج بأنه يغتصبها. كيف؟ طب هذا حق للزوج، إذا كان يريد أن ينجب وكانت الزوجة لا مشكلة بدنية عندها، ليس عندها حالة مرضية وهي مؤهلة لأن تنجب، لماذا لا تنجب؟ ولذلك نحن اليوم العامل الديمغرافي، القنبلة الديمغرافية تتهددنا في أكثر من مكان، وهذا أمر نحن لا نلتفت إليه، بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا إلى أن نتناسب، إلى أن نتكاثر. سيدنا كأنه الحداثة والأسئلة والأمور التي طرحت الآن هي عكس تماما الشريعة، وكأنه استهداف واضح للشريعة. هناك استهداف لهذه المنطقة بكل ما تسخر به هذه المنطقة من قدرات وإمكانيات وطاقات، ومن نقاط قوة، ومن أهم نقاط القوة في منطقتنا هي هذه الشريعة الإسلامية الغراء التي أثبتت التجربة الإنسانية أنها الأقدر على مواكبة الإنسان في حاجاته، وأنها الأقدر على أن تقدم له الحلول التي تعالج مشاكله الروحية والنفسية، وتعالج أيضا مشاكله المادية. الإسلام دين يبني الحياة، شريعة الإسلام شريعة تبني الحياة، كل الحياة،
حياة الإنسان في الدنيا وحياته في الآخرة. لا يوجد فكر يقول كما قال الإسلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا يوجد فكر يقول كما قال القرآن الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا يوجد فكر يقول كما قال القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله لتحصلوا حاجاتكم الروحية والمعنوية، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا يوجد فكر يقول كما قال القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الإسلام قادر على ذلك. لذلك الغرب يريد أن يوجد شقة بين أجيالنا وبين الشريعة. الغرب يريد أن يشكك أجيالنا بالشريعة وبالإسلام بشكل عام وبعقيدة الإسلام بشكل عام، وهي العقيدة التي تتفق مع الفطرة وغدا سنقرأ هذه الصورة على كل حال من أعمال ليالي القدر الشريفة. بسم الله الرحمن في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبالتالي من الطبيعي، نعم، اليوم نحن نعيش هذا الصراع الذي أنبأنا به القرآن الكريم عندما نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل 1460 عاما، وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لاحظ الحرب بيننا وبينهم، هذا عمقها، هذه علتها. نحن لا نريد منهم شيء، لا نحتل أراضيهم، لا ننهب ثرواتهم. هم لا يكتفون بنهب الثروات من عندهم، إنما يريدون أن يردونا عن هذا الدين، لأن هذا الدين هو الوحيد الباقي الآن والقادر على أن يقدم نموذجا حضاريا راقيا للمجتمع الإنساني. سمحت السيد، دقيقة واحدة سمحت السيد، الدين الإسلامي قدم والفكر الغربي قدم، لماذا الفكر الغربي له الكعب الأعلى في البناء الأسري والدين الإسلامي هو أقل شأنا من ذلك؟ أولا الفكر الإسلامي، دعني أقول، هناك الإسلام كان موجودا على مر التاريخ، نصوص الإسلام كانت موجودة على مر التاريخ، لكن أفهامنا لم تكن بمستوى هذا الدين، فضلا عن الدول التي حكمت والإمبراطوريات والخلافة التي يعني تعرف لنا ملاحظات. يعني دعني أقول أولئك الملوك الذين ادعوا بأنهم يمثلون الإسلام ويمثلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طيب كانوا يشغلون الناس في قضايا مثل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وقتل في ذلك يعني خلق عظيم، ولم يشغل الناس في آية هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كانوا يروجون لفكرة أن الإنسان مجبر ومسير وأنه لا يملك حريته وإرادته. كانوا يروجون لفكرة الزهد الخاطئ، أن لا يملك الإنسان شيء، أن لا يبني شيء، أن لا يعمر شيء، ونسوا أنني أنا كإنسان موجود في الأرض كخليفة عن الله، وأن دوري في الأرض إعمار الأرض كمقدمة لإعمار الآخرة، في طول إعمار الآخرة. نسوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا، ونسوا قول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس الزهد أن لا تملك شيئا، إنما الزهد أن لا يملك شيئا. نسوا قول الله تعالى:
يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الغرب نعم أخذ بالأسباب المادية فتقدم ماديا بلا إشكال، لا أحد منا ينكر ذلك، نحن لم نأخذ بالأسباب المادية. سيدنا عفوا احنا كثيرا ما عفوا دقيقة واحدة لو تسمح سيدنا بدقيقة واحدة، نحن كثيرا ما ننتقد الغرب والغرب، قال الغرب وفعل الغرب وهكذا الغرب وهذا ترك الغرب، ما هو احنا كل ما يحيط بنا الآن من النتاج الغربي، لماذا نذم الغرب ونحن كل ما نستخدمه الهاتف غربي، الهاتف غربي، السيارة غربية، كل شيء غربي. صحيح. هاي الكاميرا، هذه الشاشة، هذا التروس، كله غرب. صحيح، أنا أعترف بأن الغرب استطاع، الغرب على المستوى التقني والتكنولوجي والعلمي أن يتقدم كثيرا بالبشرية في هذا المجال، لكن الغرب هذا نفسه ينحدر في القضايا القيمية والقضايا المعنوية والقضايا الروحية. أنا الذي أقوله علينا ونحن لا مشكلة عندنا في أن نأخذ منهم ما يعني ما استطاعوا أن يتوصلوا إليه، وقلت الغرب تقدم في هذا الأمر، أخذ بالأسباب واستطاع أن يتمكن منها وأن يحكم قبضته على الكثير من المعارف والعلوم، هذا لا هذا نقر به ولا ننكره، وإذا كان لنا أن نقول جزاهم الله خير الجزاء جزاهم الله خير الجزاء لا مشكلة فيه. أنا كنت أعالج فكرتنا نحن، قضيتنا نحن، أننا نحن يعني لا أخذنا بهذا ولا أخذنا بذاك، لكن اليوم عندنا تجربة تقدمها الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب، دولة تتقدم علميا، تتقدم تقنيا، تتقدم معرفيا، تتقدم تكنولوجيا، دولة تتقدم على كل المستويات رغم أنها محاصرة منذ 44 عاما وشنت عليها حروب هائلة اقتصادية وعسكرية وسياسية وحروب ومالية، ولكن هذه الدولة تتقدم لماذا؟ لأن الدولة، لأن الولي، لأن الحكومة، عبر عنها ما شئت، أخذت على عاتقها أن تتقدم بهذا المجتمع تحت هذه المظلة، انطلاقا تحت مظلة الإسلام، لتقول في إمكاننا أن نتقدم. نحن سابقا سوق لنا أننا عاجزون عن مواجهة أعدائنا في كل شيء. ها نحن اليوم، اليمن، ألا يصلح اليمن أن نقدمه تجربة؟ اليمن بعد حرب مدمرة لثماني سنوات، فهو اليوم يقارع ويصارع أعتى القوى في العالم. إذن نحن قادرون، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، قد يغلب الضعيف، قد يغلب المغلوب، نحن قادرون. المهم أن نمسك بالإسلام، أن نعي الإسلام جيدا. الإسلام كما قلت دين حياة، جيد سماحة السيد، لا دين موت. كيف يمكن إرجاع الأسرة إلى النص الديني، إلى التنظير الإلهي، إلى تنظير أهل البيت عليهم السلام؟ أولاً شوف، هو أولاً علينا أن نعي الدين، أن نفهم الدين. الدين الناس يتصورون، طبعاً عندكم كلمة في العراق تستعملونها كثيراً، كلمة خادم. إذا طلبت من إنسان شيئاً يقول خادم خادم، نقول له أنت خادم مولاك، خادم الحسين، خادم أمير المؤمنين. في الواقع أنا أرى الدين في خدمة الإنسان. إذا فهمت أن الدين في خدمتي وعرفت هذا الدين، فهمت هذا الدين، وعيت هذا الدين، صدقني حينئذ أنا يكون عندي يعني انتمائي للدين يختلف تماما. اليوم مطلوب من بيئتنا، من أسرنا، من الأزواج، من الآباء، من الأمهات، المطلوب منهم أن يعوا دين الله تبارك وتعالى، أن يدرسوه، أن يفهموه على حقيقته، وأن يعرفوا أن ما من شيء يضرهم معنويا أو ماديا إلا وحرمه الله عليهم إذا كان ضرره معتدا به، وما من شيء ينفعهم إلا وأوجبه الله لهم
عليهم أو أباحهن، وأن الشريعة قائمة على هذه القواعد التالية. القاعدة الأولى قائمة على قاعدة اليسر للعسر. القاعدة الثانية قائمة على قاعدة نفي الحرج. القاعدة الثالثة قائمة على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. ونقطة على السطر. جيد سماحة السيد، هذا الأمر ليس متيسر يعني بشكل سهل، يعني يحتاج دراسة، يحتاج أكثر تركيز من الأسرة طبعاً. نفسها، بينما الغرب يقدم الفكر اللي هو يريده بأفضل صور وبأفضل طرق طيب. للأسرة، احنا وين من طيب. هذا الصراع؟ يعني هو يصدر فكرة بمسلسلة ممكن تجذب الأسرة وتجذب الشاب والفتاة وما إلى ذلك، احنا وين جاي نقدم فكرنا؟ يعني اكتفينا بمنبر سيد الشهداء روحي له الفداء. أنا من الناس الذين يقولون علينا أن نعمل في كل الساحات وعلى كل الصعد، وأن نستفيد من كل الوسائل المتاحة بين أيدينا اليوم لننشر هذه الثقافة وهذا الوعي. نحن للأسف، يعني دعني أقولها، لا أدري إذا كان يقبل كلامي، نحن الآن يغلب علينا الطابع الشعائري، ودائما خطاباتنا ومحاضراتنا دائما تذهب إلى التاريخ، إلى التاريخ، نجلس في التاريخ ونستحضر التاريخ ونلهو عن حاجات العصر، عن حاجات المجتمع، عن مشكلات الشباب، مشكلات الشابات، عن الشبهات والإشكالات التي تثار في وجوههم. واليوم بين أيدينا وسائل، كما أتحدث الآن أنا على هذه الوسيلة المباركة، قناتكم المباركة قناة الأيام، والأيام ستشهد علينا جميعا، أمامنا وسائل عديدة يجب أن نستفيد منها اليوم. يعني صدقني، لو كانت تويتر والفيسبوك والإنستغرام في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقول بلغوا عني ولو آية، لو كانت هذه الوسائل بين يدي النبي، ألم يكن قد غير العالم كله؟ اليوم يجب أن نتحمل نحن، يعني قادة الرأي، العلماء، المبلغون، الفقهاء، المجتهدون، المفكرون، يجب أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه ديننا، تجاه أمتنا، وتجاه مستقبل ديننا ومستقبل أمتنا. من الوسائل التي يجب أن أيضا يعني أن نستفيد منها هي المسلسلات والأفلام، إنتاج المسلسلات. صدقني أخي الكريم، المسلسل إذا أنتجنا مسلسلا وتعبنا عليه إخراجيا وسيناريو والقصة وقررنا به القيم التي نريد، وفي تاريخنا الإسلامي عندنا نملك كنز هائل من القصص التي يمكن أن تحول إلى مسلسلات جاذبة. طيب، لو أنفقنا على هذه المسلسلات أيضا إخراجيا وماليا، صدقني أنها أحيانا قد تغرز في أذهان الشباب والشابات وهذه الأجيال الطالعة قيما أكثر بكثير من آلاف المحاضرات والكتب. شكرا جزيلا سماحة السيد، أنا أتفق تماما مع جنابكم الكريم في هذا الموضوع، وأشكرك. لذلك أنا أدعو، لو سمحت لي فقط بكلمة، أنا أدعو المتمولين الذين يملكون أموالا فعلا أن يستثمروا أموالهم في إنتاج هكذا نوع من المسلسلات والأفلام الهادفة والقوية في إخراجها. نعم. وفي من حيث الممثلين أيضا. شكرا جزيلا. شكرا. وهذا عمل دعوي مهم جدا. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، كنت ضيفا عزيزا علينا، سيد بلال وهبي، ضيفا عزيزا أجدت وأفدت، شكرا لوجودك، أطال الله بقائك إن شاء الله. أحبتي شكرا لكم لحسن الإصغاء وحسن المتابعة، ألتقي وإياكم في حلقة قادمة، إلى ذاك الحين أستودعكم الله وأسترعيكم.